تمام. متابعين ومشاهدين ابو كبير ميديا في كل مكان، معكم من اسوان. النهارده احنا قدامنا من تماسيح من احد البيوت النوبيه داخل قريه غرب سهيل. هنشوف التماسيح قدامنا وتربيتها ازاي داخل البيوت، وبتاكل ايه، والاطفال بيلعبوا معاها ازاي، وبيناموا في حضنها زي القطط. زي ما احنا شايفين ادي قدامنا تمساح اهو، ومعانا حسين يشرح لنا التمساح ده بيربيه ازاي وبيجيبه عمره ازاي وبياكل ايه، كل الكلام ده يكلمنا عليه. كلمنا بقى على التمساح ده، مثلا ده عمره كام؟ مثلا ده عمره اسمه ده 5 سنين. ده عمره 5 سنين، التمساح ده قدام عمره 5 سنين. طب انت بتجيبه هو عنده كام سنه مثلا، او عنده؟ هو عنده 6 شهور. بتجيبه عنده 6 شهور. اه طيب احنا ركز، مش تتكلم معانا يعني، خد المايك معانا اهو. يعني انت بتربيه وهو عنده 6 شهور؟ 6 شهور. اه 6 شهور. يعني انت بتجيبه التمساح 6 شهور، ده عنده 5 سنين. عنده 5 سنين. اه السيطرة عليه صعبة شوية. لا مش صعبة ولا حاجة، بس هو بإيد واحدة لازم تمسكه بإيدك الاثنين. اه طب نعلي صوتنا شوية بس في المايك كده عشان نشوف بس ده كده عنده كام؟ 5 سنين. 5 سنين. طب أنت بتجيبه 6 شهور. من 6 شهور كده. طيب وبتربيه هنا عندك في البيت اللي هو أنت عامله مزار سياحي أصلا؟ آه البيت ده بيت عم ناصر بقرية غرب سهيل. آه أنت عامله مزار سياحي لكل الناس اللي بيجي فيه من سياحه داخليه وخارجيه. سياحه داخليه وخارجيه اكيد. جميل. التمساح ده الاكل بتاعه ايه طيب؟ انت من 6 شهور؟ اكلته المفضله السمك. اكلته المفضله السمك. عشان تمساح نيلي. تمساح نيلي. بنجيبه من بحيره ناصر. اه بتجيبه من بحيره ناصر. اي نعم، بياكل اي بواقي لحوم. اه. مثلا بواقي فرخه. اه عظمه الكلام ده بياكله عظم فراخ. يعني آه. القوانص بتاع الفرخه وال... اه والفشه بتاع السميده الخروف. الفشه بتاع الخروف او بتاع بتاع اللحوم. أم انواع اللحوم بس اكلته المفضله السمك. اكلته المفضله السمك عشان نيلي. عشان نيلي. انا شايف واحد كبير برضو هنا ضخم. اه ده ايه الكبير ده؟ ده بقاله 11 سنه هنا. ده 11 سنه، ده التمساح الكبير ليه 11 سنه. يعني عمره 11 سنه. لا ده عمره 21. عمره 21 سنه. التمساح الكبير ده عمره 21 سنه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده تمساح كبير ضخم، طبعا احنا حاطين له سلك عشان هو ضخم وخطر طبعا. خطر اكيد. طيب التماسيح دي هل بتتعامل انت معاك او اطفال؟ انا شايف اطفال صغيرين معاك في البيت. قسم عادي يمسك التمساح عادي. طب ممكن نخلي القسم، تعرف تمسك التمساح يا قسم؟ طيب امسكه كده يا قسم وريني. هذا الاطفال اللي عندنا في النوبه هنا في اسوان بيمسك التمساح وبيلعب بيه، احيانا بتلعب بيه هو صغير اصغر من كده بتديه له انت يلعب بيه. بيتعود عليه يعني. بيتعود عليه. بس لازم بنقفله بقه. عشان ما يعرفش. وادي مكه كمان عايزه تمسك التمساح كمان. ماشي تعالى. ادي كمان. ادي مكه عندنا طفله صغيره بتحاول تمسك التمساح. هو بس هي بتمسك الصغير الاصغر من كده، بس هي ايه بتطبطب على التمساح الاول وعايزه تمسكه زي ما احنا شايفين. زي قسم ما تمسكيه زي قسم يا مكه. يلا افردي ايديك الاثنين. افردي ايديك الاثنين ما تخافيش. طب وقعدي معايا هنا. ادي قسم بيمسك التمساح. امسكه ثاني تمساح يا قسم. قسم ما بيخافش، ده صغير عادي. فهو هو صغير بيحب يمسكه ويلعب بيه زي ما احنا شايفين. وطبعا اللي عايز يتصور انت انت رابط بقه كده. ايوه. انت رابط بقه. اللي عايز يتصور بتمسح يتصور. اللي عايز يتصور. اللي عايز يتصور. في ناس بتخاف كده. يعني لازم بنربط له بقه بحيث هم يطمنوا. هم مسكين. هو اساسا عادي يعني ما بيعملش حاجه اهو. فك بس انت بتربطه زياده يعني زياده اطمئنان. اطمئنان فقط لا غير. بس هو في الاصل انت بتمسكه اللي عايز يتصور طبعا يتصور بيه ما فيش مشكله. هل في حد تاني مثلا في هنا في اسوان مثلا بيربي تماسيح زي كده غيرك ولا؟ عامه القريه النوبيه. القريه النوبيه كلها بتربي الكلام ده من بدري قوي. من ايام البحيره طبعا. ظهرنا بيه من السياحه دلوقتي، بس عامه ايام الفيضانات النوبه القديم كانوا بيمسكوا التمساح كده زي يعني في الفيضانات كانت التماسيح كتير. ما كانتش حاجه يعني سد تمنع التمساح. فكان التماسيح بتكون عايشه وسطكم يعني. يعني التمساح زي كده حاجه اللي بالنسبه لهم زي رمز الشجاعه. والاطفال عندكم طبعا لما تكون تمساح اصغر من كده بتقعد تلعب بيه وتنومه في حضنها زي القطط كده عادي ما فيش مشكله. بالظبط كده. يعني قاعدين ده احنا قلنا ده سنه 5 سنين زي ما احنا شايفين. في كتير كده شايف مجموعه كبيره. عندك يعني ممكن يعني الغير اللي هو عنده 21 سنه انا شايف الحضنه انت عامله لهم تمام.
يمكن يجيب لنا واحد تاني، ده اللي كنا ماسكينه من شويه. في مجموعه كبيره زي ما احنا شايفين كده قدامنا اهي، ادي بالعصايه بيحاول يطلعهم. بص بص حركته ازاي. ده بيحاول يدافع عن نفسه كده. وده بره. زي ما احنا شايفين اهو اهو، بيحاولوا طبعا يدافعوا عن نفسهم قدامنا زي ما احنا شايفين التماسيح دي. بس انت بتعرف تسيطر عليها علشان علشان تمسكها وتحاول اي حد من الزوار بيحب يتصور، بتحاول انت تتصور معاه. طب والكبير بياكل نفس الاكل، السمك والكلام ده؟ سمك. طب بتاكله بس؟ دول ممكن كيلو كيلو كافيهم، كيلو يكفيهم من الشبار. الكبير يعني، ونقطع لهم حتت صغيرين يعني بمقص كده يتقطع على كذا حته. ده السمك. ده السمك. اما الكبير ياكل. الكبير نشوفه، الكيلو الكبير بترمي له الحاجه سليمه، الحاجه سليمه، وممكن ياكل في الوجبه كيلو ونص. زي ما احنا شايفين بيحاول يحركه. طب ياكل كام مره؟ طيب هو زي ما احنا شايفين ضخمته، حد يعني تمساح عنده 21 ياكل سنه. ياكل كل 3 ايام وجبتين ثلاثه، كل تلات ما بياكلش كل يوم. كل تلات ايام وجبتين ثلاثه، كل تلات ايام. ده عنده 21 سنه. عنده 21. طب بيعيش قد ايه مثلا لو انت كان عندك؟ طويل زي اي واحد عامه، زي السحلفه زي اعمارهم طويله. اعمارهم طويل. طب بس النمو بطيء. النمو بتاعه بطيء. النمو بطيء. يعني هو حياه معمر نقول. ايوه بالظبط. واحنا بنتكلم ان احنا نتعامل، يمكن احنا عاملين زي انت البتاع اللي حطوا فيه ده، ايه ده اسمه ايه بقى؟ ده الحوض. ده الحوض بتاعهم، حوض التماسيح اللي داخل البيت النوبي، بيت عم ناصر النوبي، من اشهر البيوت النوبيه في غرب السهيل وقرى الصيف، يمكن من اول البيوت النوبيه اللي وضع فيها احواض التماسيح عشان الزوار يتمتعوا بالرؤيه للتماسيح والزواحف. مش هتلاقي المكان ده في اي مكان في مصر غير في اسوان، وتحديدا قريه غرب السهيل بالنوبه. وهتلاقي احنا مفيش مشكله معاك، بس احنا دلوقتي احنا اتعرفنا على اعمارهم وبياكلوا ايه. وطب الزوار بيحرصوا انه يجوا على طول هنا يعني؟ مثلا الزوار يعني بيحبوا المكان انه يجوا عشان يشوفوا التماسيح دي، غير القعده النوبيه اللي انت عاملها والتراث النوبي اللي احنا شايفينه. الحاجات المختلفه في النوبه، البيوت الملونه والقعدات النوبيه، تقاليد النوبي بالعكس. انا شايف في تمساح محنطه، هل ده كان اللي عندك؟ ده جبناه كده. برضه احنا هنشوف، برضه هنرد عليك كمان نشوف التمساح بعد لو مات او بيتحنط. التمساح مثلا لا قدر الله يموت او يحصل له اي حاجه، يتحنط عادي. يتحنط. بيتنضف له ببطنه كله. ويتحط في الشمس 3 ايام 4 ايام بالملح. بالملح. ملح الخشب. رايح تطلع وبعد كده انت بتحنطه وبتعمله زي ديكور. يمكن احنا عندنا زي ما احنا شايفين الاحواض، وادي الاطفال اهي، الاطفال قدامنا اهي بتقعده قدام الحوض بتاع التماسيح، بتلعب معاه في اي وقت، وممكن قدامهم النيل على طول زي ما احنا شايفين الاطفال اهو. حسين طلع لنا بعض التماسيح، ادي التماسيح قدامنا. التماسيح اعمارها مختلفة هنا، احنا شفنا تمساح عنده 21 سنة، والتمساح اللي احنا مسكناه من شوية ده عنده حوالي 5 سنين. احنا بنجيبه هنا يمكن، او هما اللي حسين بيتكلم بيقول ان احنا بنجيب التمساح وهو عنده 6 شهور. ده عنده كام؟ ده عنده سنة ونص. ده عنده سنة ونص. سنتين. الكبير ده سنتين ونص. الكبير ده 7 سنين. الكبير ده 7. بس انا حاسس فيهم شراسة يعني، بس انت بتقدر تراودهم. عادي يعني. التمساح يعني مش بيتراود ولا بيتسمد يعني، هو كده بطبيعته شرس التمساح اصلا. طبيعته اشرس حيوان على مستوى العالم. النيل يعني. تمساح النيل معروف. يعني احنا زي ما احنا شايفين قدامكم ابو كبير ميديا، الاطفال قدامنا اهي، قاعده قدام احواض التماسيح داخل البيت النوبي بقريه غرب سهيل باسوان. الاحواض دي معموله للزوار، اي حد عايز يجي يتصور بالتماسيح، اي حد عايز يجي يتصور مع التماسيح يشوف التماسيح. يمكن الحاجات دي ما نشوفهاش غير في الاعلام، في الفيديوهات، لكن انت عايز تيجي تشوف حقيقتك، تيجي اسوان، تيجي قرى غرب سهيل عشان تشوف التماسيح واحواض التماسيح اللي معموله داخل البيوت النوبيه، علشان نرضي جميع الزوار ويجي يشوفوا الجمال الطبيعي بتاع قريه غرب سهيل، الى جانب الحاجات البيئيه زي ما احنا شايفين. لو دخلنا كمان هنا نلاقي شويه حاجات بيئيه قدامنا بتعمل مشهوره بها قريه غرب سهيل والبيوت النوبيه داخل قريه غرب سهيل هنا. وعندنا تمساح تم تحنيطه زي ما كان بيتكلم معانا قدامنا اهو، ادي شكله تم تحنيطه قدامنا اهو، ادي تمساح تم تحنيطه بالكامل. في حالة موت التمساح أو مرضه أو خلاص هو مقبل على الموت يعني، هما بيعرفوه، فيبتدي بدل ما بيرموش لا بيبتدي يفتحه وينظفه ويطلع الأحشاء من جوه، أحشاء ملح، ويسيبه في الشمس حوالي 3 4 أيام. طريقة قديمة لتحنيط التماسيح زي ما احنا شايفين قدامنا، أدي تمساح متحنط أهو، أدي قدامنا على الحيطة،
يعني حتى التمساح لما بيموت ما بيترميش، لا ده بيتحنط وبيتعمل زي نظام ديكور، بيتحط في على الحيطه داخل ال 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 البيت النوبي قدامنا. وادي كان احنا بعض المشغولات التراثيه اللي مشهورين بيها داخل البيوت النوبيه بقرى غرب سهيل زي ما احنا شايفين، الى جانب حوض التماسيح. وادي يمكن اشكال من التماسيح، اللعبه للاطفال لما حب يجي مثلا، حد يجي من الاطفال عايز يشوف التمساح او عايز ياخد حاجه لعبه بيكون موجود برضو رمز صغير زي ما احنا شايفين اهو، بيحاول نقول ان الحاجات دي كل اللي انت عايز تشتريه هنا، عايز تيجي تشوف، تيجي تزور المكان وتيجي تشوف التماسيح. ده التمساح الضخم الكبير عمره 21 سنه داخل الاحواض، احواض التماسيح. وادي عندنا بعض الاطفال اللي هم عايشين متعايشين مع التماسيح، يعني داخل الاحواض متعايشين داخل الاحواض مع التماسيح. يمكن الكاميرا بتتكلم معانا. عدد لا باس به من التماسيح الصغيره، يمكن حوالي 8 تماسيح مثلا داخل الاحواض قدامنا زي ما احنا شايفين، بيتربوا داخل الاحواض ودايما هم حريصين ان هي تبقى في نسبه ميه. يعني احنا لو بصينا دلوقتي على الحوض، مكان اعمق من مكان، التمساح لما يحب يبل جسمه باين انه دايما بيعيش داخل الميه، فهو لا يحب يطلع من الميه يتشمس يطلع على الدرج الثاني من الحوض، حابب انه يكون في الميه بينزل داخل الميه. يعني حتى الحوض معمول بتصميم ان احنا نقدر التمساح يقدر يتكيف معاه، ان هو لو عايز يغطي جسمه بالميه بيبتدي ينزل تحت، لا عايز يطلع يتشمس بيطلع لفوق زي ما احنا شايفين قدامنا. احنا في النهايه بنشكركم، والدعوه لاي حد عايز يجي قرى غرب سهيل او عايز يجي يتفرج على التماسيح يجي يشرف في اي وقت زي ما قال حسين، من داخل احد البيوت النوبيه بقريه غرب سهيل بيت عم ناصر. في النهايه انا بشكركم واسيبكم شويه معاكم. التمساح كده يوم كده وانا هنا.